التسجيل كده بدأ. طيب بص، اول حاجه افتح فولدر كيدنس ده. حاضر. افتح في ام وير بلاير اللي هو الحاجه ده، نعمل سيت اب في ام وير. هو عشان بس نبقى فاهمين، احنا كده انت بتشتغل على لينكس. معلش ممكن بس تقفل المايك عشان الصوت يوضح. حاضر يا باشمهندس. هو الكيدنس بيشتغل على لينكس مش بيشتغل على الويندوز، فاحنا بنعمل حاجه اسمها فيرتشوال ماشين. تمام. هو في ام وير ده بنفتح من خلاله فيرتشوال ماشين، هنفتح من خلالها الانفايرمنت بتاعت لينكس مش ويندوز اصلا. تمام. طيب دوس بقى نيكست. اي اكسبت ذا تيرمز وبعد كده نيكست. ماشي نيكست يعني نيكست. شوف بقى انت عايز تعمل ايه. انستول. ماشي، فهو هيعمل انستول زي البرامج العاديه اللي احنا عارفينها. بس السؤال هو ايه الانهنسد ده؟ يعني انت دوس على انهنسد ولا سيبها وخلاص؟ هي سيتنجز يعني ما اعرفش، ما لحقتش اقراها. ممكن تبقى تقراها تاني تشوف بقى لو انت عايز تعملها كده ولا لا. ما انا ما خدتش بالي منها دلوقتي، بس هي مش تفرق معانا في حاجه يعني ان شاء الله. تمام ماشي. بس ماشي افتح بقى كده السيت اب. ماشي هتدوس فينش. لازم بيقول لك تعمل ريستارت. طيب اعمل بقى ريستارت بسرعه. جهازك عندك هيعمل ريستارت بسرعه ولا هيطول؟ انا ممكن ااجل الريستارت وخلاص. ماشي اوكي خلاص، لو هيشتغل من غير ريستارت تمام. طيب ان شاء الله. افتح كده بقى فيم وير، اعمل سيرش كده عندك على فيم وير في السيرش. او هو تمام، هو فتح الايكون، هي ظهرت على الديسكتوب. بص بقى شايف عندك فوق على الشمال كلمة بلاير، جنبها سهم كده اسود صغير باصص لتحت، هتدوس عليه. تمام. هات فايل اول واحدة وبعد كده اوبن. من اوبن بقى هتجيب الدايركتوري اللي فيها الفولدر بتاع كيدنس اللي انا مديه لكم. بس هتفتح ديبيان 8.x64 بت ده، دوس عليه. هو ده كيدنس، هي دي بقى الفيرشوال ماشين احنا عايزين نشغلها. تمام. بص بقى انت دلوقتي الجهاز بتاعك كام رامه، كام جيجا رام؟ الجهاز بتاعي 16. طيب كويس. دلوقتي بصوا يا شباب، لو حد الجهاز بتاعه يعني احنا دلوقتي كنا بنفتح كمبيوتر تاني جوه الكمبيوتر بتاعنا، فلو حد الجهاز بتاعه 8 رام يخلي الفيرشوال ماشين تاخد 4 جيجا رام مثلا. ماشي. لو حد 16 ممكن يخليها 8. كل طبعا ما الرامات، كل ما الرامات اللي تختارها تبقى اكتر كل ما البرنامج هيبقى اسرع معاك. تمام. فهو عشان جرجس 16 فممكن يختار 8. افتح بقى كده الفي ام وير، دوس ايديت فيرتشوال ماشين سيتنجز. ايديت فيرتشوال ماشين سيتنجز اهو عندك على اليمين كده، ممكن تكتب بقى عدد الميجا بايتس اللي انت عايزه او بتختارها بالسلايدر اللي انت عايزه. ماشي. على حسب بقى كل واحد عايز الجهاز بتاعه كام جيجا رام. طبعا ما حدش يجرب ان هو يحط الرامات بتاعت الجهاز كلها، هو اصلا اعتقد ان هو مش هيرضى يشتغل. هو حتى اهو كاتب لك ماكسيمم ريكومند ميموري 13.3 جيجا عشان ده 16 جيجا. بس لو انت عايز تظبطها 8 جيجا بالظبط بقى، مش عارف كانت 8 في 8096 ميجا باين حاجه كده او 8192 مش فاكر بالظبط. المهم ماشي، انت كده اخترت 8.6 جيجا يعني مش تفرق في حاجه. هدوس بقى بلاي فيرتشوال ماشين. دوس اي كوبيد ات. هو بيقول لك انت جبت انها سختها ازاي، بس هو كده بقى ايه بيعمل لودنج للانفايرمنت بتاعت كيدنس بتاعك او الانفايرمنت بتاعت اللينكس. احنا نفتح بقى، احنا كده كاننا عملنا لينكس، ده اوبريتنج سيستم تاني غير الويندوز اصلا، شغلناه من خلال الفيرتشوال ماشين دي. هو كيدنس بقى بيتفتح من خلال لينكس ده، هنشوف بقى بنفتحه ازاي. طيب صغر الشاشه وكبرها تاني كده بتاع الويندو بتاع في ام وير ده، عشان هتلاقي السكرين هتبقى لا ما تعملش انتر فول سكرين مود يعني، اعمل من اعمل صغر الويندو وكبره تاني. فاهم قصدي؟ انت الجنب الاكس عندك جنب الاكس علامتين ويندوز كده،
جنب الاكس اللي بتقفل منها برنامج في علامتين، علامه المينيمايز وعلامه التن... ايوه كبروا بقى تاني بس هتلاقي ظبط معاك. تمام بص بقى في اي حته على السكرين دوس رايت كليك، رايت كليك لا مش على مش على اي ايكون، في اي حته على السكرين على الديسكتوب بتاعك دوس رايت كليك ودوس اوبن ان تيرمينال ثالث اللي هو الاوبشن اللي عليه علامه سوداء في الشمال. تمام دوس على السهم اللي فوق على الكيبورد، السهم اللي فوق على الكيبورد دوس تاني. طيب احنا كده بنعمله ايه؟ احنا كده بنختار الدايركتوري اللي كيدنس موجود فيه عن على الفيرتشوال ماشين بتاعتنا. هو اوريدي اخر يعني انت لما بتدوس فوق كده بترجع في الكوماندز اللي كانت مكتوبه. ده كوماند ويندو. لينكس مش مش يوزر فريندلي قوي زي ايه زي ويندوز. مش هتفرق معانا في حاجه، احنا غالبا مش هنحتاج غير التو كوماندز دول. هتدوس فوق مرتين لغايه ما يجيب لك سي دي، ده معناها كارنت دايركتوري. تمام هوم كيدنس ماي بروجكت، ده المكان اللي كيدنس موجود عندنا فيه. هتدوس بقى انتر اهو، هو كده دخلك جوه الفولدر اللي اسمه ماي بروجكت. دوس بقى السهم اللي فوق تاني على الكيبورد، دوس عليه تاني هتلاقي جايب لك الكوماند اللي هو فيرتوزو اند. ماشي هو اسمه احنا البرنامج اللي بنستخدمه اسمه كيدنس فيرتوزو، هو ده الكوماند اللي احنا بنفتح بيه البرنامج. فاحنا اول حاجه فتحنا الفولدر الدايركتوري اللي احنا البرنامج كيدنس موجود عليه واللي هو ماي بروجكت، بعد كده تاني كوماند نكتبه اللي هو فيرتوزو اند ده اللي هو يفتح لنا البرنامج نفسه. دوس بقى انتر كيدنس هيفتح معانا. ماشي هو كده هيبتدي بقى بيعمل هيعمل شويه لودنج، والويندو اللي تحت فتح ده هو ده الكيدنس بتاعنا. ماشي بس هنستنى بس يعمل شويه لودنج. اديله بس فرصته. ماشي هو فتح معانا اللايبرري مانجر اللايبرري ايوه بس انا بقى هبتدي انا اعمل شير سكرين من الخطوه دي. خلاص هوريكم بقى احنا هنعمل ايه في المشروع ونتعامل ازاي مع البرنامج. خلاص يا جرجس شكرا كده ممكن تقفل شير سكرين. احنا كده شفنا ازاي بنسطب البرنامج. تمام انا دلوقتي هعمل شير سكرين بس يا ريت حد ياكد عليا ان انا ايه الشير بقى واضح. انا كده عملت شير سكرين واضح عندكم؟ هي كده لسه ظاهره، ظهرت مكتوب عندك كيدنس وباسورد كده صح؟ اه مظبوط. اه طيب كده هو باي ديفولت السيتنجز المعموله في الفيرتشوال ماشين اللي معانا دي ان هو بعد شويه بتلاقيه قفل كده وطالب منك باسورد. طيب الباسورد ده ايه؟ الباسورد ده 1 2 3 4 5 6 من 1 ل 6 اه 1 2 3 4 5 6 خلاص. ده عندنا كلنا نفس الحاجه، ممكن تغيره من جوه لو انت عايز براحتك في سيتنجز من جوه، بس يعني ايه بلاش نخش في التفاصيل دي عشان ما نبوظش حاجه. خلاص فهو من الاخر لو انت دي الشاشه اللي جرجس كان لسه فاتحها، لو انت سيبته هو بيعمل سكرين سيفر او بيعمل لوك زي ما بيحصل في الويندوز، والباسورد اللي معموله من 1 ل 6 خلاص. طيب فانا هعمل بقى نفس الخطوات اللي جرجس عملها، افتح تيرمينال واكتب التو كوماندز اللي هو افتح ماي بروجكت اللي فيه كيدنس، وبعد كده افتح فيرتوز اند اللي هو افتح كيدنس، هيعمل لودنج بقى الكيدنس عندي. السكرين واضح عندكم بس؟ ايوه يا باشمهندس السكرين واضحه جدا. التسجيل شغال؟ التسجيل شغال؟ هو المفروض لغايه دلوقتي ريكوردنج يعني. اه ظهر لي العلامه الحمراء. ماشي تمام. طيب فكيدنس بيفتح اهو. طيب على ما كيدنس يفتح ممكن اعمل شير معاكم بقى للبروجكت ديسكريبشن، ناخد نظره عليه سريعه كده بحيث نشوف احنا عايزين نعمل ايه، وبعد كده بقى نشوف هنبتدي نشتغل ازاي في الكيدنس بقى ان احنا نعمل الحاجات دي. طيب كده واضح عندكم البروجكت ديسكريبشن؟ ايوه يا باشمهندس. طيب احنا في البروجكت بنعمل ايه؟ احنا بنعمل حاجه اسمها ALU. ALU يعني Arithmetic and Logic Unit. تمام انتوا المفروض عارفين المصطلح ده من اللوجيك ديزاين قبل كده. طيب هو مديك بلوك دايجرام كده لل ALU اللي احنا بنعملها ديزاين دي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يوزنج سيركت ديزاين تولز CAD. هو CAD دي معناها كمبيوتر ايدد ديزاين. فهو السيركت ديزاين تول اللي احنا بنستخدمها اللي هو اسمه كيدنس. تمام كده؟ اللي احنا عاملينه سيت اب دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ This ALU can execute arithmetic and logical operations. The operation of the ALU is described by table 1. مديك جدول تحت كده في الايه الاوبريشنز بتاعتنا. هنبص عليهم بس خلينا الاول ايه نبص على شكل السيستم من فوق. بيقول لك the output arithmetic or logical لان احنا عندنا two units يا اما logic unit يا اما arithmetic unit. فاحنا هنعمل نوع من نوعين من الحسابات يا اما logic operation يا اما arithmetic operation. فالاوتبوت هيبقى logic او arithmetic. بيبقى selected by the MSB of the selection line. ماشي خلينا بقى نبص كده ايه الام اس بي ده. الام اس بي ده اللي هو الموست سيجنيفيكانت بت. ماشي الموست سيجنيفيكانت بت اللي هو
اكبر ديجيت او البيت اللي هي الموست سيجنيفيكانت في الرقم. يعني مثلا احنا دلوقتي ده السليكشن لاين اهو، اللي هو الجزء اللي على الشمال ده في الجدول، هو مكون من 4 بيتس. البيت اللي على الشمال خالص دي اللي بنسميها الموست سيجنيفيكانت بيت، المفروض المعلومات دي انتوا عارفينها ايه من اللوجيك ديزاين. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاوتبوت بيبقى بنختار ان هو نوعه اريثماتيك ولا لوجيكال بالموست سيجنيفيكانت بيت. حلو قوي. يعني انا هعمل الاول هختار انا الاوبريشن بتاعتي نوعها ايه، نوعها لوجيك اوبريشن ولا اريثماتيك اوبريشن، بختارها ازاي؟ عن طريق الموست سيجنيفيكانت بيت. زي ما واضح عندنا الجدول متقسم نصين، النص الاولاني كل الموست سيجنيفيكانت بيتس بتاعتهم زيرو صح، وكل الاوبريشن زي اريثماتيك بس. فدايما الاريثماتيك اوبريشنز بتبقى الموست سيجنيفيكانت بيت بتاعتها زيرو بيزد على الجدول اللي هو مديهولي ده، وكل اللوجيك اوبريشنز بتبقى الموست سيجنيفيكانت بيت بتاعتها 1. خلاص. طيب السليكشن ده اللي هو السيجنال اللي بختار بيها الاوبريشن اللي انا عايز اعملها. خلاص. فاحنا زي ما قلنا الاوبريشنز اللي بعملها بتقسم لحاجه من اثنين، يا اما اريثماتيك اوبريشن يا اما لوجيك اوبريشن. عندي 8 من ده و8 من ده، فاول حاجه بعرفها انا اريثماتيك ولا لوجيك من طريق عن طريق الموست سيجنيفيكانت بيت. بعد كده بقى بقيه الارقام 3 بيتس اللي هيبقوا فاضلين هم اللي هيختاروا لي بقى ايه الاوبريشن اللي انا هعملها، هتكون ايه نوعها اساسا، بلس ولا ماينس ولا ايه بالظبط. خلاص. طيب خلينا نكمل بقيه الايه الديسكريبشن. بيقول لك ان انا عندي تو انبوتس ماشي، هم انبوت A وانبوت انبوت B اللي هم موجودين عندنا في الرسمه. خلاص. وعندي اوتبوت واحد اللي هو Y، وقال لك ايه؟ قال لك ان كلهم 2 بيتس. ده معناه ايه؟ معناه ان A ده الانبوت A 2 بيتس والانبوت B 2 بيتس ماشي، والاوتبوت Y 2 بيتس برضه. خلاص. والكنترول سيجنال اللي هي السليكشن بتاعتي اللي هي سيل دي 4 بيتس من 3 ل 0. خلاص. اللي هي مين؟ سيل دي نفسها اللي هي البيتس الاربع بيتس عندي اللي بختار بيهم الاوبريشن بتاعتي. خلاص كده. طيب فده شكل الايه السيستم بتاعي من فوق، ان انا عندي شويه اوبريشنز عايز اعملها، عندي تو انبوتس كل انبوت منهم 2 بيتس وبطلع في الاخر الاوتبوت، وبختار بقى انا في ماكس بختار بيه الايه الاوبريشن بتاعتي. خلينا هبص برده اكتر على التفاصيل. المهم يعني احنا هنستخدم فيرتوزو كيدنس تمام، هو السيركت سيميوليتر بتاعنا اللي هنستخدمه. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها بي دي كي. طب خلينا بس ناجل موضوع بي دي كي ده دلوقتي، ولا خلينا نقوله ماشي مفيش مشكله. بي دي كي ده اختصار ايه؟ بي دي كي اختصار بروسيس ديزاين كيت ماشي. احنا في السيركت ديزاين عموما بيبقى عندنا حاجه اسمها تكنولوجي، التكنولوجي احنا بنشتغل عليها، والتكنولوجي دي بتكون ديفايند بالمينيمم شانل لينث بتاع ترانزستور. لو احنا فاكرين الترانزستور اللي احنا بنعمل له بنعمل بيه ديزاين للسيركتس بتاعتنا بيبقى ايه الدايمنشنز اللي انا بتحكم فيها، هو من هم حاجتين بس احنا في المنهج عندنا بنتحكم في حاجه واحده وحاجه ثانيه بنحطها دايما بالمينيمم. ايه هما الحاجتين؟ هما الدبليو الويث بتاع ترانزستور والال اللي هو اللينث بتاع الترانزستور. خلاص. فاللينث احنا دايما في الديجيتال سيركتس بنحب نحط اللينث بتاعنا بالمينيمم بتاع التكنولوجي بتاعتنا، عشان المينيمم اللينث كل ما اقلله كل ما هيقلل لي الكاباسيتنس، كل ما هيقلل لي باور كونسامبشن وهيزود لي السبيد. المهم فدايما البي دي كي بتبقى ديفايند بالمينيمم ترانزستور لينث اللي اقدر استخدمه. فاحنا التكنولوجي اللي هنستخدمها هي تكنولوجي اسمها 130 نانو، يو ام سي 130 نانو. 130 نانو دي معناها ايه؟ معناها ان اصغر ترانزستور عندي اللينث بتاعه او مينيمم لينث عندي في ترانزستور 130 نانو. خلاص كده. فالبروسيس ديزاين كيت دي بقى بتبقى ديفايند بالاسم ده، وتبقى فيها بقى شويه ترانزستورز مختلفه وهكذا. المهم فاحنا هنستخدم يو ام سي 130 نانومتر. هنبص عليها دلوقتي على كيدنس ما تلاقوش يعني. خلاص. فيعني ما فيش موضوع اوف يور تشويس ده، لا احنا كلنا هنشتغل بحاجه واحده اللي احنا هنستعرضها دلوقتي. خلاص. طيب فايه المطلوب بقى؟ هو بيقول لك الريبورت بتاعك مطلوب فيه ايه؟ مطلوب ان انت يبقى عندك سيركت سكيماتيك. سكيماتيك دي يعني ايه؟ يعني رسمه السيركت. السيركت اللي احنا بنرسمها في السكشن دي البول اب نتورك بول داون نتورك، الرسمه دي بتاعت الترانزستور دي اسمها سكيماتيك. خلاص. فهو مطلوب منك ان انت هتعمل شويه بلوكس جوه اللوجيك يونت وشويه بلوكس جوه الارثماتيك يونت. اللوجيك يونت هيبقى جواه شويه اند جيتس واور جيتس وانفرترز واكس اور واللوجيك جيتس اللي احنا عارفينها كلها، والارثماتيك يونت هيبقى فيها نفس الكلام. فكل لوجيك جيت من دول هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شويه ترانزستورز من جوه. خلاص. فهو عايز منك كل بلوك هتعمله جوه اللوجيك يونت وجوه الارثماتيك يونت تاخد سكرين شوت من السكيماتيك بتاعته اللي هي الترانزستور ليفل سكيماتيك بتاعته وتحطها عندك في الريبورت بتاعك. طيب تاني مطلوب ايه؟ السيركت سكيماتيك اوف ذا كنترول سيركت اند ذا ماكس. طيب ايه الكنترول سيركت وايه الماكس؟ طيب دلوقتي احنا قلنا ان انا بعمل لوجيك اوبريشن او ارثماتيك اوبريشن. خلاص. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الحقيقه ان الانبوتس بتاعتي داخله A و B دول داخلين. خلاص بدخلهم انا في فاليوز معينه وهنشوف ازاي. لما انا بدخلهم اللوجيك يونت بتبقى شغاله والارثماتيك يونت بتبقى شغاله في نفس الوقت برضه، والاثنين كل واحده منهم بتطلع اوتبوت بتاع اللوجيك يونت بيطلع هنا على السلكه دي، والاوتبوت بتاع الارثماتيك يونت بيطلع على السلكه دي.
ففي الحقيقه انا بختار منهم واحد عن طريق مالتي بلكسر، هنعمله برضو في المشروع، هو اللي هيطلع لي الاوتبوت بتاعي على الايه، على واي. يعني الاثنين لوجيك، اللوجيك اوبريشن بتتحسب والارثماتيك اوبريشن بتتحسب، وانا بختار مين اللي تطلع فيهم عن طريق بقى ايه، عن طريق موست سيجنيفيكانت بت اللي احنا كنا لسه بنتكلم اهو، الزيرو دي او ال1 دي اللي هي موست سيجنيفيكانت بت. هو حتى واضح اقول ان هو ايه، حاطط لك ان السيركل اللي داخله للمالتي بلكسر اللي هي سيليكشن لاين دي اللي هي سيليكشن 3، ما هو سيليكشن ده 4 بيتس يعني من 3 ل 0، ف 3 دي اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت اللي هي اختار بيها انا اريثماتيك يونت ولا لوجيك يونت، اريثماتيك اوبريشن ولا لوجيك اوبريشن، تمام. بس فهو طالب منك ان انت تحط سكيماتيك للمالتي بلكسر ده او الماكس ده وكنترول سيركت. ايه الكنترول سيركت دي بقى؟ الكنترول سيركت دي هي سيركت بتاخد السليكشنز اللي جوه الثلاثه بيتس التانيين الباقيين بقى من السليكشن بتاعتي، وايه، وتروح على السيركت اللي جوه الارثماتيك يونت اللي هتعمل انكريمنت. لو انا مختار، لو انا السليكشن جاي لي 0 0 0 خلاص، يبقى انا لازم اخد الثلاثه بيتس دول واروح على سيركت معينه جوه الارثماتيك يونت اللي هي بتعمل انكريمنت. لو جالي بقى 001 لا اروح للسيركت بتاع الديكريمنت. ففي سيركت هنعملها اسمها كنترول سيركت، هتاخد الثلاثه بيتس التانيين دول وتروح على الجزء المسؤول عن السيركت الكورسبوندنج ليها، تمام. فدي كنترول سيركت، دي كنترول سيركت دي برضه هنعملها. هنبص يعني على الكلام ده قدام، هتقعد برضه سكرين شوت من السكيماتيك بتاعتي. خلاص، تيست بنش فور ايتش بلوك تو بروف اتس فانكشناليتي شو ان كنترول سيجنال انبوت اند اوتبوت واي فورمز. طيب خلينا بقى نبص على الكلام، الموضوع تيست بنش ده على كده احسن عشان يبقى اوضح يعني. وتيست كيس اوف يور تشويس، يعني تجرب بقى اوبريشن للسيستم كله، ان انت تقول خلاص انا هدخل مثلا 0111 وهدخل انبوت A 11 وانبوت B 00 مثلا عشان احنا كل واحد منهم 2 بيتس، وشوف الاوتبوت هيطلع ايه. خلاص انت طالما اخترت 0111 يبقى انت هتعمل سبتراكت A وB، خلاص يبقى انت بقى ايه، تعمل سيميليشن للكيس دي. دي اخر حد، اخر مطلوب منك، ماشي. طيب خلينا بقى نبص هنعمل الحاجات دي ازاي. خلينا نفتح بقى كيدنس كده. المهم بس حد سامعني ولا لا ولا ايه؟ لا تمام يا باشمهندس، يعني انا بس بفصل شويه. بتقول ايه؟ ايه شويه؟ ايه اللي شويه بتقول؟ لا بقول انا عن نفسي بفصل من حضرتك شويه، بس دي يعني عشان بس بقالي كتير في الكليه مش اكتر يعني. ماشي، هو السكشن متسجل. تمام، يعني هو كده كده انتوا هتحتاجوا ترجعوا له تاني عشان تمشوا معايا بقى يعني، ماشي. فيعني الناس دلوقتي خليها بس الناس اللي حاضره تتفرج بس دلوقتي، وايه تبقى تتفرج تاني على السكشن وتمشي بقى الخطوات، ماشي، عشان الموضوع مش هتلحق تبقى ماشي معايا خطوه بخطوه، مش هتلحق يعني. خلاص قلنا الباسورد من 1 ل 6. طيب دلوقتي لما بفتح كيدنس بلاقي ايه؟ حاجه اسمها لايبرري مانجر. اهو لايبرري مانجر ده اللي انا بقى ايه، بحط بقى الفايلات للسيركتس اللي انا هعملها فيه. هعمل سيركت اسمها انفرتر، هعمل سيركت اسمها اند جيت، هعمل سيركت اسمها اور جيت، وهكذا. بحطها في اللايبرري مانجر ده. طيب اللايبرري مانجر ده عندي فيه ايه؟ عندي فيه ثلاثه كاتيجوريز كده واضحين قدامنا. حاجه اسمها اللايبرري، وحاجه اسمها سيل، وحاجه اسمها فيو. طيب ايه اللايبرري دي؟ اللايبرري دي فيها شويه لايبرريز، مكتبه، ماشي، اسمها لايبرري. انا هعمل بقى لايبرري جديده اهو، فايل نيو لايبرري، اسميها مثلا ايه؟ ديجيتال سيركتس بروجكت، ماشي. اللايبرري دي بقى هحط فيها كل السيركتس اللي انا هعملها، ماشي. اهو ديجيتال سيركتس بروجكت، خلاص عملت فايل نيو لايبرري وسميتها ودوست اوكي. طيب خطوه مهمه قوي بقى، اول ما ادوس اوكي هيظهر لي ويندو كده مكتوب فيه تكنولوجي فايل فور نيو لايبرري. احنا كنا لسه بنتكلم على ايه، على حاجه اسمها بي دي كي اللي هي بروسيس ديزاين كيت. اهو الخطوه دي بقى انا بختار فيها بروسيس ديزاين كيت اللي انا هشتغل بيها اللي هو التكنولوجي فايل اهو. فانا هعمل ايه، هعمل حاجه اسمها اتاتش تو ان اكزيستنج تكنولوجي لايبرري، اختار ثالث اوبشن ده اسمه اتاتش تو ان اكزيستنج تكنولوجي لايبرري وادوس اوكي. هيقول لي بقى انت عايز اي تكنولوجي، خلاص. في هي التكنولوجي اللي هنستخدمها اللي هي اخر واحده دي اسمها يو ام سي 13 ام ام ار اف. دي اللي هي يو ام سي ده مصنع، اسمه مصنع بتاع سيمي كوندكتورز اسمه يو ام سي، و13 دي اللي هي بترمز لل 130 نانو اللي احنا هنشتغل بيها اللي احنا قلنا عليه، ان التكنولوجي بتبقى ايه، بتبقى سبيسيفايد بالمينيمم ترانزستور شانل لينث يعني. خلاص هنختار يو ام سي وندوس اوكي. كده انا عملت ايه؟ هو بس بيحمل. كده انا عملت لايبرري اهي، ظهرت عندي في اللايبرريز عندي اهي اول واحده، ماشي، عشان بس بترتيب الاسماء يعني، اسمها ديجيتال سيركتس بروجكت، خلاص. واللايبرري دي انا عملت لها اتاتش للتكنولوجي فايل اللي هو اليو ام سي 13 ملم ار اف دي، خلاص. طيب بعد كده بقى هعمل ايه؟ عايز بقى اعمل سيركت، والسيركت دي هحطها جوه اللايبرري اللي اسمها ديجيتال سيركتس بروجكت.
فالسلكت دي في الحقيقه بيبقى اسمها سيل، ماشي؟ اي سلك تعملها هيبقى اسمها سيل. فهعمل ايه؟ هعمل فايل برضو واجي ادوس نيو وادوس بقى ايه سيل فيو، ماشي؟ مش هختار لايبرري خلاص، انا عملت لايبرري، عامل بقى سيل فيو جوه اللايبرري دي. يعني اللايبرري هي الحاجه الكبيره دي، الامبريلا الكبيره، وهعمل حاجات جواها. طيب فهو لما انا بعمل سيل فيو بيقول لي انت السيل فيو دي عايز تعملها فين؟ فاني لايبرري، فبختار اللايبرري. هو عشان انا دايس على ديشال سيركتس قبل كده فهو اختارها لي بالايه باي ديفولت كده. انا ممكن باختار اي لايبرري تاني من الموجودين عندي، بس انا اختار ديجيتال سيركتس بروجكت. خلاص. طيب خلينا هنعمل ايه؟ خلينا نعمل مثلا انفرتر، ابسط سيركت عندنا في المنهج. خلاص هعمل هسمي السيل بتاعتي انفرتر. طيب تالت حاجه بقى اسمها الفيو. احنا قلنا عندنا حاجه اسمها لايبرري، حاجه اسمها سيل، حاجه اسمها فيو. طيب احنا الفيوز اللي هنستخدمها هم حاجتين، ماشي؟ الحاجه الاولانيه اسمها سكيماتيك. السكيماتيك دي اللي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها رسمه الترانزستورز بتاعتي اللي انا برسمها، اللي احنا عارفينها في الايه في المنهج، ان انا هحط شويه ترانزستورز واوصلهم ببعض وخلاص، لان بقى انا كده عملت السكيماتيك بتاعتي. طيب ايه الحاجه الثانيه بقى هنشوفها؟ اللي هي اسمها تيست بنش، اللي هي كانت ظاهره عندنا في الايه في البروجكت ديسكريبشن. فالمهم خلينا بس نعمل اول سيل الفيو بتاعها سكيماتيك واسمها انفرتر، هو هرسم فيها بقى انفرتر. هدوس اوكي، هلاقي ان هو عمل لي هنا ايه سيل هي اسمها انفرتر جوه اللايبرري بتاع الديجيتال سيركتس بروجكت، اهي سيل اسمها انفرتر والفيو بتاعها سكيماتيك اللي انا اخترته. خلاص، وهو بنفسه فتحها لي اهي، هي الشاشه السوداء دي، ده السكيماتيك بتاعتي. طيب هاجي اعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي في الشاشه دي السوداء دي انا عايز ارسم انفرتر. خلاص، هرسم الانفرتر بتاعي. احنا عارفين الانفرتر عباره عن ايه؟ بي موس ترانزستور وان موس ترانزستور واصلين ببعض. طيب عشان انادي ترانزستور، الترانزستور ده حاجه اسمها انستنس، لان انا مش ممكن، انا مش شرط انادي ترانزستور بقى، انا ممكن انادي ريزيستور، ادي كاباستور، ممكن انادي اندكتور، الار والال والسي بتوعنا اللي احنا عارفينهم، ممكن انادي فولتج سبلاي، في دي دي والجراوند. طيب الحاجات دي هنناديها دلوقتي وهنشوف، تمام؟ فاحنا اول حاجه عايزين نحطها ترانزستور. فبعمل ايه؟ بدوس اي ده معناه انستنس، ده حاجه اسمها هوت كي، ماشي؟ هو في هنا شويه هوت كيز كده، بدوس عليها اي يجيب لي انستنس. خلاص، او ممكن ان انا اجي ادوس هنا كريت انستنس، بس احنا نتعود على الهوت كيز اسرع، هتلاقيها اسرع بكتير. فهدوس اي على الكيبورد هيجيب لي حاجه اسمها اد انستنس اهو. طيب بيقول لي الانستنس انت عايزها دي اللايبرري بتاعتها اسمها ايه؟ احنا بقى دلوقتي قلنا ان احنا شغالين بتكنولوجيا انهي؟ لا يو ام سي 13 دي، بس فاكتب يو ام سي 13 ام ار اف. فانا كده خلاص ناديت على التكنولوجي بتاعتي وهجيب ترانزستور منها. خلاص. طيب الترانزستور اللي احنا هنستخدمه بقى اسمه ايه؟ احنا عايزين ترانزستور ان موس وترانزستور بي موس، فيبقى في واحد ان وواحد بي. طيب الترانزستور اللي احنا هنستخدمه هو ده ان اندرسكور 12 اندرسكور اتش اس ال اندرسكور 130 اي او 130 اي، تمام؟ طيب فايه ده الترانزستور بتاعي؟ طيب ده الان موس ترانزستور بتاعي، ماشي؟ هختار له بقى ايه اللينث والويتس بتاعه. احنا عارفين احنا بنختار البيت حاجات مالناش دعوه بيها، يعني ما نشغلش بالنا من حاجات ثانيه خالص، سيبها زي ما هي. احنا في الاخر بنظهر لينث ويتس. خلاص. طيب مش انت يا باشمهندس لسه قايل لي ان الترانزستور التكنولوجي دي 130 نانو، هي اسمها 130 نانو بس في ترانزستورز بتنزل لغايه 120 نانو. خلاص، احنا هنسيب كل حاجه اللينث بتاعها 120 نانو اللي هو هيكون المينيمم بتاعه، تمام؟ الويتس بقى اختاره على حسب السايزنج اللي احنا اتفقنا عليه بقى في المنهج، هنشوف اللي هو بقى حسب الديلي وحسب الكلام ده والكباسنس ومش عارف ايه. مش دي قصتنا دلوقتي. المهم اول ما دوست هايد اللي حصل ترانزستور ان موس ظهر لي اهو، بس انا بتحرك بيه، هدوس في اي حته الاقي ترانزستور نزل لي اهو، اللينس بتاعه 120 نانو والويتس بتاعه 2 مايكرو. خلاص. طيب ده كده الان موس ترانزستور. طب انا عشان اعمل انفرتر محتاج بي موس كمان، هدوس اي تاني اد انستنس تاني، تمام؟ من نفس اللايبرري بقى. خلاص، كل اللي هعمله ان انا هشيل الان واحط بي، هو اسمه ده اسم البي موس ترانزستور بتاعي. خلاص، وبرده نفس البروبرتيز لينس وويتس ومش عارف ايه. طيب احنا في المنهج يعني اغلب الوقت كان عندنا الموبيليتي بتاعت الان موس ضايف الموبيليتي بتاعت البي موس، فكنا بنحط الويتس بتاع البي موس ضايف الويتس بتاع الان موس بحيث ان الانفرتر يبقى سيمتريك. طبعا ده مش شرط يكون ايه، مش شرط الموبيليتي بتاعت البي موس هنا تكون نص الموبيليتي بتاعت الان موس في التكنولوجي دي، ممكن تكون اكتر من نص بشويه، ممكن تكون اقل من نص بشويه كده يعني. المهم فهنقسم بس دلوقتي انها بالنص ونحط الويتس بتاعنا ب 4 مايكرو. طب دلوقتي احنا نعرف الموبيليتي دي ازاي؟ بص يعني مش دي قصه دلوقتي، ماشي؟ في طرق كتير نعرف بيها، بس خلينا بس الاول نركز على ان احنا شغالين ببرنامج ازاي، ماشي؟ في طرق كتير، في طرق كتير ممكن تفتح في التكنولوجي بيبقى ليها دوكيومنتس. طبعا الدوكيومنتس دي مش معانا، ماشي؟ عشان التكنولوجي مش معانا اللايسنس بتاعها، بيبقى مكتوب فيها البروبرتيز دي، وممكن تعمل سيميليشن تطلع منها الموبيليتي. بس خلينا بقى ايه نركز بس دلوقتي في ازاي شغال السلك. طيب دلوقتي انا حطيت البي موس عموما. نعم، يعني هي هتأثر؟ لا مش مهندس، لا ما تشغلش بالك بس بالقصص دي دلوقتي، خلينا بس نركز في السيركت دلوقتي، مش هتأثر في حاجه دلوقتي معانا يعني، خلينا نبص على النقط دي بعدين.
طيب انا دلوقتي حطيت في نص ترانزستور ان نص ترانزستور. طيب انا متعود ان الترانزستور بتاعي ماله 3 تيرمينالز، لقيت ان في 4 تيرمينالز في الحقيقه. طيب ايه التيرمينال الرابعه دي؟ طيب ايه الثلاثه تيرمينالز الاول؟ الجيت اهو ده بي موس مثلا، الجيت بتاعه والسورس بتاعه والدرين بتاعه، في تيرمينال الرابعه ظاهر لي في النص هنا، دي اسمها البلك. دي ترانزستور بي تي ان والانبوت ايه؟ افتكرتها زي البي تي ان لما كنا بنعمل واحد فوق الثاني. بس لا 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 لا، بص دي حاجه اسمها البلك او البادي بتاع ترانزستور ماشي. وخلينا اللي احنا نعمله ايه، اي بي موس ترانزستور، خلينا نطبق بقول لكم الحاجه يعني، خلينا نكمل بيت سيركت وبعد كده اقول لكم على موضوع البلك ده في الاخر عشان ما نلخبطش نفسنا. نزله احنا عارفين الانفرتر ماله، الجيت بتاع البي موس بتبقى واصله بالجيت بتاع الان موس صح. طيب انا عشان اعمل سلكه هعمل ايه، هدوس على دبليو على الكيبورد، هوت كي تاني اسمه دبليو معناه واير سلك، هيجيب لي الايه الايكون دي على الماوس بتاعي. خلاص ادوس على التيرمينال اللي انا عايز اطلع منها سلك، دوس على الجيت اهو بالماوس طلع لي سلك اهي، امشي بالسلكه دي لغايه الجيت بتاع الترانزستور التاني وادوس تاني. خلاص انا كده وصلت الجيتس ببعض، دوس دبليو وبعد كده ادوس على التيرمينال الاولاني وبعد كده ادوس على التيرمينال التاني. ممكن بقى احرك السلكه بتاعتي باي شكل عشان اخلي شكلها حلو والكلام ده. المهم ادوس دبليو تاني اوصل الدرين بتاع البي موس بالدرين بتاع الان موس، ادوس دبليو. طيب بعد كده يعني دلوقتي احنا عارفين الانفرتر بوصل السورس بتاع بي موس بايه؟ بفي دي دي، بوصل السورس بتاع الان موس بالجراوند. طيب فين الفي دي دي وفين الجراوند بقى؟ محتاج يبقى عندي فولتج سورس صح؟ محتاج يبقى عندي ايه؟ محتاج يبقى عندي فولتج سورس. بس خلينا ما نعملش فولتج سورس دلوقتي، يعني خلينا خطوه خطوه. يعني بص احنا الانفرتر في الاخر الرمز بتاعه بيبقى ايه؟ مثلث واخره كوره صح؟ او اخره دايره. فاحنا خلينا هنرسم الاسكيماتيك دلوقتي ونعمل لها سيمبل ماشي. بالنسبه للانفرتر هنوصل البادي بتاع البي موس ده بالسورس بتاعه ماشي، هما الاثنين واصلين بالفي دي دي، وهنوصل البادي بتاع الان موس بالسورس بتاعه وهما الاثنين هيبقوا واصلين بالجراوند. خلاص ليه ومش ليه والكلام ده، دي مش قصتنا دلوقتي يعني، الكلام ده ممكن نتكلم فيه بعدين. طيب عشان خاطر ما نخليش كباستنس زياده يعني، لا 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 هنشوف بعدين، هنشوف بعدين. طيب انا دلوقتي بقى عايز ايه، اعمل الشكل بتاع الانفرتر اللي انا عارفه اللي هو المثلث اللي اخره دايره وانادي عليه بقى في حته تانية. طيب هعمله ازاي؟ اولا محتاج بس اسمي كل الاسلاك باسم اكون عارفه. السلكه دي الانبوت صح، فبدوس على هوت كي ثالث اسمه ال، حرف ال. ال ده معناه ايه؟ معناه ليبل او اللي هو واير نيم. هكتب بقى اسم الواير اللي انا عايز اسميه، فهسمي الواير الاولاني ده انبوت، اكتب انبوت ظهر لي كلمه انبوت اهي، اروح على السلكه وادوس عليها خلاص انا كده سميت السلكه دي انبوت. طيب ثاني سلكه عندي ايه؟ اوتبوت، ادوس ال ثاني واكتب اوتبوت وادوس انتر وادوس على السلكه كده، السلكه دي اسمها اوتبوت. بعد كده اكتب في دي دي، سميت السلكه دي في دي دي، بعد كده اكتب جراوند خلاص ايه او في اس اس، يعني ممكن اسميها في اس اس تمام، واحطها ايه كده سميت السلكه دي في اس اس. تمام انا كده سميت كل الاسلاك اللي عندي، انا عندي هم 4 نودز سميتهم كلهم. طيب عشان اعمل السيمبل بتاعي اللي هو المثلث ده محتاج اعمل حاجه اسمها بين تمام. طيب فبدوس على هوت كي رابع بي، حرف البي اللي هو اول حرف في كلمه بين، دوس بي يقول لي كرييت بين، اختار اسم البين خلاص هسميه بنفس الاسم بتاع السلك اللي انا سميته. هيبقى عندي بقى 4 بينز خلاص اللي هو انبوت اوتبوت في دي دي وايه وفي اس اس. هكتب انبوت دايركشن بتاعه، نوع البين ايه. طيب الانبوت ده ايه، انبوت ولا اوتبوت ولا انبوت او اوتبوت مش فارقه، والحاجات الثانيه دي مالناش دعوه بيها، هو الانبوت ده انبوت في الحقيقه نفس الاسم بالصدفه. فخلاص هدوس هايد وايه هحط البين ده بتاعي هنا كده، بعد كده ادوس دبليو واوصل البين ده بالسلكه بتاعتي خلاص. طيب عايز اعمل بين الاوتبوت، هدوس بي ثاني واكتب اوتبوت واختار الدايركشن بتاع اوتبوت نفس الاسم بالصدفه برضه، وادوس هايد احط البين ده هنا، وبعد كده ادوس دبليو واوصل البين ده بالايه بالاوتبوت بتاعي. طيب احتاج بقى اعمل بين للفي دي دي وبين للجراوند، ادوس بي تاني واعمل بين اسمه في دي دي، الطيب بتاعه هخليه انبوت اوتبوت ماشي عشان السبلاي ما يعتبرش انبوت ولا يعتبر اوتبوت، بس واحط البين بتاعي هنا اهو، وبعد كده ادوس دبليو واوصل ومد سلكه من النود بتاعتي او النت بتاعتي للايه للبين. واخر حاجه اعمل بين للفي اس اس، هيكون برده الطيب بتاعه انبوت اوتبوت واسميه في اس اس. تمام طالما سميت السلكه باسم معين يبقى لازم البين يبقى بنفس الاسم عشان ما يدينيش ايرور تمام، يبقى اوصلها بالبين بتاعي. طيب انا كده وصلت خلاص كل الترانزستورز بتاعتي، وصلت البينز بتاعتي، عايز اعمل سيف، لازم اعمل سيف للسكيماتيك. طالما عندي علامه الاسترسك دي او النجمه دي اللي هنا فوق عند كلمه جنب كلمه سكيماتيك
مع ان انا مش عامل سيف للسكريبت. عشان اعمل سيف بدوس شيفت مع اكس، تمام؟ ده التعامل بقى في اللينكس غير التعامل في الايه في الويندوز. فبدوس شيفت مع اكس، انا كده دوست شيفت مع اكس، النجمه راحت اهي، معناه ان هو عمل تشيك اند سيف. لو انا كنت موصل اي حاجه غلط كان يقول ان انت عندك وورنينج او عندك ايرور، بس نتيجه ان انا هنا موصل كل حاجه صح، لا قال لي تمام، عمل تشيك اند سيف خلاص. طيب انا كده عملت الانفرتر بتاعي، عملت السكيماتيك بتاعت الانفرتر بتاعتي، دي كده اسمها السكيماتيك بتاعت الانفرتر بتاعتي او الانفرتر سكيماتيك. خلاص عايز بقى اعمل السيمبل اللي هو بتاع الايه الانفرتر اللي هو المثلث اللي اخره دايل. فهعمل ايه؟ هاجي هنا في المنيو اللي فوق دي، ادوس كرييت وانزل عند سيل فيو فروم سيل فيو، ماشي؟ كرييت سيل فيو فروم سيل فيو. الخطوات دي بقى تتعودوا عليها مع الفيديو، بس اتاكد ان الداتا تايب بتاعي اسمه سكيماتيك سيمبل، تمام؟ وهو جاي من فيو اسمه سكيماتيك وهيعمل فيو تاني جديد اسمه سيمبل. السيمبل ده اللي هو المثلث اللي انا هعمله. خلاص ادوس اوكي. طيب بيقول لي بقى كده بقى البينز اللي انت عايزها على الشمال، احنا في المثلث بتاعنا على الشمال بيبقى الانبوت صح، وعلى اليمين بيبقى الاوتبوت. خلينا احط الفي دي دي فوق في التوب والفي اس اس هتبقى في البوتوم، نخليها في البوتوم. فاخدها كات كده، كنترول مع اكس كنترول مع في. خلاص طيب وادوس اوكي. ده كده اماكن البينز، يعني كل انا عندي اربعه بينز اهم اللي هم الانبوت والانبوت والاوتبوت والفي دي دي والفي اس اس. كل اللي هو عايزه هنا مني ان كل بين يبقى مكانه فين في السيمبل يعني. بس فخلاص على الشمال الانبوت، على اليمين الاوتبوت، الفي دي دي فوق او السبلاي فوق، والفي اس اس او الجراوند تحت. خلاص ادوس اوكي. خليه فتح لي السيمبل بقى. السيمبل ده انا بقى ممكن اقعد ارسم فيه زي ما انا عايز واخلي شكله حلو والكلام ده. بس المهم اهم حاجه عندي ايه؟ البينز بتاعتي. انبوت اهو حاطه لي على الشمال زي ما انا قلت له، والفي دي دي فوق، الفي اس اس تحت، الاوتبوت على اليمين. خلاص هو بقى بيرسم لي شكل مربع كده باي ديفولت. ممكن انا اقعد امسح بالحاجات دي، فهسلكت مثلا الاحمر ده وامسحه، ادوس ديليت، بعد كده ادوس عليه وامسح المربع ده، تمام؟ وارسم بقى شكل المثلث بتاعي. برسم شكل المثلث، هجي على الخط ده اهو فوق ده، تمام؟ وارسم بقى خط مكان ما انا عايز اهو. اديني كده رسمت ايه المثلث بتاع الانفرتر اهو، وارسم دايره مثلا. طبعا انا مش لازم ارسم يعني الشكل ده، حاجه ايه بس عشان الحاجه تبقى ديسكريبتيف يعني، او تبقى واضحه معناها. بس انا مش لازم ارسم الشكل، لو انا كنت سبته مربع عادي كانت السلك ده تشتغل عادي. فانا كده عملت السيمبل بتاع الانفرتر بتاعي خلاص اهو. بس انا برده محتاج اعمل سيف، عملت النجم موجود اهي، فمحتاج اعمل سيف. انستنس نيم دي ممكن نخليها جوه كده شويه، مش تفرق في حاجه يعني. بس المهم هدوس ايه بقى شيفت مع اكس عشان اعمل سيف. خلاص كده عملت سيف. طيب انا كده عملت الانفرتر وعملت له السيمبل بتاعه، عايز اعمل سيميليشن بقى، ماشي؟ عايز اعمل سيميليشن. خلاص انا قفلت السيمبل بالمناسبه وخلاص، وممكن وهقفل برده الاسكيماتيك دي. طيب عشان اعمل بقى سيميليشن، خلاص انا عملت كده الانفرتر بتاعي اهو، وعندي اللايبرري بتاعتي الديجيتال سيركت بروجكت فيها سيل اسمها الانفرتر، وعندي تو فيوز للانفرتر ده. اول فيو اللي عملته اللي هو الاسكيماتيك ده اللي انا عملته في الاول، وبعد كده منه عملت كرييت سيل فيو فروم سيل فيو. لو فاكرين سيمبل، هو السيمبل بقى اللي هو شكل الانفرتر بتاع اللي هو المثلث بتاعه، تمام؟ حد سامعني بس عشان اتاكد ان النت ما قطعش ولا حاجه؟ لا تمام شغال حلو يا باشمهندس. انا بس عندي سؤال. اتفضل. هو ال في دي دي ده إيه، هل ده مكروه على اساس ان هو الفولتج سورس يعني؟ لا مش مكروه على اساس كده. ايه يعني؟ هو مش المفروض ده ان يكون مثلا موصول واصل بالفولتج سورس يعني؟ هل البرنامج ذات نفسه فاهم ان ده الفولتج سورس، ولا هو بالنسبه له زي لا اي؟ لا مش فاهم. لا احنا هنعمل الكلام ده بقى دلوقتي. طيب معلش يا باشمهندسين، ممكن نخلي بس الاسئله في الاخر عشان ايه الوقت متاخر زي ما انتم شايفين، وعايزين احنا نخلص. لا هو مش بيقريها انها فولت سورس، هو قريها انها سلك عاديه. طيب انا دلوقتي بقى عشان اعمل سيميليشن للسيركت اللي انا عملتها دي، عملت لها سكيماتيك وعملت لها سيمبل، هعمل حاجه اسمها تيست بنش. طيب ايه التيست بنش دي؟ هي سيل برضو، هنعمل سيل برضو جديده. فاعمل فايل نيو سيل فيو برضو، تمام؟ بس السيل فيو دي التايب بتاعها، ولا بلاش نعملها كده ولا لا؟ خلينا ماشي كان جه في دماغي حاجه بس لا كده احسن. طيب هنعمل التست بنش بتاعتنا، فايل نيو سيل فيو، تمام؟ وهعمل سكيماتيك ثانيه برضو، تبقى برضو سكيماتيك بس هسميها بقى اسم مختلف، عشان لو سميتها نفس الاسم هيعمل اوفر رايت عليها. طيب هسميها انفرتر اندرسكور تيست بنش تي بي، تي بي اختصار تيست بنش. خلاص فانا كده عملت الانفرتر، وبعد كده هعمل له بقى تيست بنش سكيماتيك برضو اسمها تيست، اسمها انفرتر تيست بنش. خلاص ادوس اوكي، جاب لي سكيماتيك من الاول. طيب عايز اعمل ايه بقى في التيست بنش دي؟ عايز انادي بقى الانفرتر بتاعي ده، ماشي؟ عايز انادي على الانفرتر بتاعي ده. فهدوس ايه؟ هدوس اي اللي هو اد انستنس. بس عايز بقى انادي على الانفرتر، الانفرتر ده فين؟ في اللايبرري بتاعتي اللي اسمها ديجيتال سيركتس بروجكت. خلاص يبقى انا هروح بقى على اللايبرري بتاعتي اللي هي ديجيتال سيركتس بروجكت اهي، واختار السيل بتاعتي اللي هي الانفرتر، واختار الفيو اللي انا عايز احطه ليها.
ممكن احطها كاسكيماتيك اللي هو الترانزستورز بتاعتي، بس انا مش عايز خلاص كده بقى. انا عملت السيمبل عشان انا نادي السيمبل على طول، بس خلاص فنادي السيمبل ادوس هايد، ناديت الانفرتر اللي انا لسه عامله. واضحه الترانزستور ده جه غلط؟ خلاص انا كده ناديت الانفرتر بتاعي في التست بنش، عايز بقى اعمل له سيميوليشن. طيب عشان اعمل له سيميوليشن بقى محتاج يبقى عندي ايه؟ محتاج يبقى عندي انبوت، ومحتاج يبقى عندي سبلاي وجراوند، صح؟ واشوف الاوتبوت بتاعي شكله ايه. طيب خلينا بقى نعمل الكلام ده. الانبوت والسبلاي دول في الاخر ايه؟ فولتج سورسز. فادوس اي اد انستنس برضو، وانادي بقى السبلاي بتاعي. طيب السبلايز دي هجيبها منين؟ في لايبرري ثانيه اسمها انالوج ليب، اهي انالوج ليب، انالوج لايبرري يعني، تمام؟ هنادي عليها دي بقى. اللايبرري دي فيها الفولتج سورسز بتاعتي وفيها الحاجه بتاعتي كلها، خلاص. طيب هنادي حاجه اسمها في دي سي، يعني فولتج سورس دي سي، خلاص. او جاب لي السيمبل بتاعه شكل البطاريه، ده يبقى السبلاي بتاعي. ماشي، انا عايز السبلاي بتاعي دي سي فولتج سورس. طيب في شويه بروبرتيز كده، المهم احنا عايزين دي سي فولتج. هنحط دي سي فولتج بكام بقى؟ السبلاي بتاعنا اللي هنستخدمه 1.2 فولت، ماشي، فاكتب 1.2 بس. انا عايز دي سي فولتج بتاع السبلاي يبقى 1.2. دوس في اي حته كده هتلاقيها، هو حاطط لك اليونت بتاعتك اللي هي فولت. خلاص ادوس هايد واحط السبلاي بتاعي ده في اي حته ثانيه. خلاص انا السبلاي، بعد كده ادوس اسكيب عشان اشيل بقى بقيه الحاجات الثانيه. خلاص هو كده حاطط لي الفولتج سورس السبلاي بتاعي. حلو قوي. انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اوصل السبلاي بتاعي البوزيتيف بتاعته بالفي دي دي، خلاص. فادوس دبليو اللي هو واير، وادوس على البوزيتيف تيرمينال بتاعت السبلاي، وامد سلكه لغايه الفي دي دي. انا كده وصلت البوزيتيف تيرمينال بتاعت السبلاي بالفي دي دي. طيب عايز اوصل الجراوند بالفي اس اس، صح؟ ادوس دبليو تاني واوصل سلكه لغايه الفي اس اس، وانا كده وصلت الفي دي دي ووصلت الجراوند، تمام. طيب في طريقه ثانيه احسن من ان انا اعمل كده. عايز اعمل اندو السلكتين اللي انا اعملهم دول، عايز امسحهم. في الويندوز بتبقى كنترول مع زد، هنا ادوس يو، حرف اليو بس لوحده، دوست يو رجعني السلكه زي ما كنت رسمها في الاول، دوست يو تاني مسحها، وهكذا. دوست 4 يو شل الحاجات دي. طيب ادوس اي اد انستنس ثانيه. في حاجه ثانيه عندي هنا في الانالوج ليب اسمها في دي دي، هي اسمها في دي دي سيمبل اسمه في دي دي، خلاص. ده بنزيه واحطه هنا واوصله بالسبلاي، ماشي. في عندي سيمبل تاني اي تاني برضو في انالوج ليب اسمه جراوند، جي ان دي، انادي عليه دوس هايد احط جراوند، اهو الشكل المثلث احنا عارفينه. طيب انا كده عملت ايه بقى؟ انا كده ده السبلاي بتاعي. لو انا عايز اوصل اي حاجه في دي دي، الفي دي دي اللي عندي فوق دي اخدها كوبي واحطها هنا زيها، هو اوتوماتيك هيوصل كل الحاجات اللي واصله على حاجات شبه دي بالسبلاي، بص في بتاعت السبلاي. طب هاخد دي كوبي ازاي؟ ادوس عليها مره واحده، علم لي عليها كده، ادوس حرف السي لوحده، مش كنترول مع سي، لا سي بس، لينكس مختلف، هنتعود على التوت كيز دي مع الوقت. ادوس سي، غير لي السيمبل بتاع الماوس، بعد كده ادوس على الحاجه كليك واحده، خلاص جابها لي اهي في ايدي، اتحرك بيها بقى واحطها هنا بس. بعد كده اوصلها بقى، ادوس واير دبليو وصلتها كده، انا وصلت النود دي بالنود دي. طيب في حركه حلوه بقى تخليني ابقى متاكد ان انا وصلت النود دي بالنود دي، بس خلينا نبص عليها بعد ما نوصل كل توصيله. عايز اخد الجراوند دي كوبي اوصلها بالفي اس اس بتاعتي، ادوس عليها كده، ادوس سي، بعد كده ادوس عليها تاني اتحرك بيها، ادوس عليها وادوس دبليو اوصل السلكه، خلاص كده وصلت الايه الفي دي دي، وصلت الجراوند، ماشي. عايز اوصل بقى انبوت فولتج سورس. طيب احنا الانفرتر ماله؟ احنا عارفين الانفرتر ده بدخله 0 يطلع لي 1، بدخله 1 يطلع لي 0، ماشي. انا عايز ابص على الكلام ده مع التايم، فبعمل حاجه اسمها هدوس اي برضو من انالوج ليب برضو، اختار فولت سورس تاني، بس فولت سورس ده بيبقى ترانزيانت فولت سورس، يعني بيطلع لي ويف فورم، بيطلع لي بقى سكوير ويف، مش بيطلع لي دي سي فولتج ثابت. المهم باك تو في سورس، اهو هو ظهر لي اهو. طيب الفي سورس ده بقى ليه كذا نوع، ممكن يبقى ساين ويف، ممكن يبقى دي سي برضو زي الفي دي سي اللي انا مختاره ده، ممكن يبقى بالس اللي هو سكوير ويف، في ليه كذا حاجه ثانيه بقى. احنا عايزين بالس، ماشي، اللي هو البالس ده اللي هو ايه، اللي هو السكوير ويف بتاعتي. طيب البالس دي ليها شويه بروبرتيز، خلاص. بيبقى ليها زيرو فاليو، انا عايز الزيرو فاليو بتاعتها بزيرو. ليها 1 فاليو، انا عايزها تبقى 1.2 اللي هي بتساوي السبلاي، ماشي. وليها بيريود، البيريود دي اللي هي مقلوب الفريكونسي، عارفين الفريكونسي بتساوي واحده بيريودك تايم، فخلينا مثلا نحط البيريود ب 1 نانو سكند دلوقتي. طيب وليها بالس ويث، البالس ويث ده اللي هو ايه؟ اللي هو الديوتي سايكل، انا عايز كام في الميه من السايكل بتاعتي، من البيريود بتاعتي تبقى ب 1. طيب انا حطيت البيريود ب 1 نانو سكند، لو انا عايز الديوتي سايكل تبقى 50% يبقى البالس ويث هتبقى نص نانو سكند، ماشي، فهكتب 0.5 نانو.
0.5 نانو دي هو اوتوماتيك ترجمه ل 500 بيكو ماشي. انا مش بكتب اليونت بالمناسبه، انا بكتب بس الرقم وادوس في اي حته هو يقوم قلبها لي. طيب في حاجه اسمها بقى رايز تايم وحاجه اسمها فول تايم. احنا عارفين ان السكوير ويف دي ايه، دي رايز تايم وليها فول تايم ماشي. احنا ممكن نحطه دلوقتي بواحد بيكو وواحد بيكو فور سمبليسيتي ماشي. خلاص انا كده حطيت البروبرتيز اللي انا عايزها للايه للفولت سورس بتاعي. الحاجات الثانيه كلها سيبها فاضيه دلوقتي، ودوس هايد ده الانبوت بتاعي، دوس اسكيب وبعد كده دوس دبليو واوصل. طب انا كده وصلت الانبوت بتاعي خلاص اهو. محتاج اوصل بقى النت دي النوت دي بالجراوند صح. هعمل ايه؟ هجي ادوس على الجراوند دي واخدها كوبي، ادوس عليها سي وادوس عليها تاني وامشي بيها لو اوصلها، بعد كده ادوس دبليو كده وصلت الايه الجراوند بتاعتي. طيب الاوتبوت بتاعي بقى ده اللي انا عايز ابص عليه. طيب هو الانفرتر ده في الاخر هيبقى واصل عليه ايه؟ هيبص عليه لوجيك جيت تانيه صح، ممكن تبقى انفرتر ممكن تبقى اند ممكن تبقى اور ممكن تبقى اي حاجه. احنا هنعمل لها موديل دلوقتي انها كاباستور. يعني في الاخر اي لوجيك جيت الانبوت بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى جيت، بيبقى ترانزستور على الجيت بتاعته. فالجيت دي بنعمل لها موديل دلوقتي انها كاباستور. طيب فهجيب كاباستور ادوس اي اجيب الكاباستور من انالوج ليب برضه، في سورس دي هشيلها واكتب كاب، كاب بس كاب دي هتلاقيه كاباستور او حاطط لي رمز بتاع الكاباستور. ممكن نحط كاباستور دلوقتي ب ما اعرفش 500 فيمتو بس ماشي، 500 فيمتو فرض خلاص. وادوس هايد كده حطيت كاباستور، وادوس دبليو اوصله بالاوتبوت. وعايز اوصل الكاباستور بقى للجراوند، اخد كوبي اخد جراوند كوبي اوصل دبليو. انا كده وصلت السيركت بتاعتي كلها خلاص. ممكن بقى اسمي الاسلاك بتاعتي، اسمي السلكه دي انبوت واسمي السلكه دي اوتبوت. فاعمل ايه؟ دوس ال ليبل بيت واير نيم اهو، اسميها انبوت انبوت. ولو عملت مسافه وكتبت اسم سلك تاني او عملت كتبت حاجه تانيه هيبقى انا كده ايه اسمي سلك وبعد كده اسمي سلك تاني، مجرد بس اكتب مسافه. ادوس هايد جاب لي كلمه انبوت بس، ادوس على السلكه خلاص سميت السلكه دي انبوت، وجاب لي بعد كده اوتبوت اوتوماتيك لوحده. اقوم دايس هنا خلاص كده سميت السلكه انبوت وسميت السلكه اوتبوت. ادوس اسكيب خلاص انا كده وصلت وسميت وكل حاجه. عايز اعمل سيف بقى، ادوس شيفت مع اكس، علامه النجمه اللي هنا راحت تاني خلاص. يبقى انا كده الاسكيماتيك بتاعتي واصله صح. طيب في حركه عايز اتاكد بيها ان انا موصل الاسلاك بالحاجات اللي انا عايزها. ممكن اجي هنا على فيو في المنيو واوبشن هنا اسمه نت هايلايتنج. نت ده معناه نود، النود اللي هي اي نود في السيركت ممكن بيسميها النت برضو ماشي. دوس على نت هايلايتنج دي، عايز اتاكد ان الفي دي واصله بالفولتج سورس فعلا. لو جيت على السلكه هنا الزرقاء دي بص ايه اللي حصل، عمل لي هايلايت على السلكه الثانيه. الهايلايت ده هايلايت ده معناه ان اي سلكتين معمول عليهم هايلايت واصلين ببعض خلاص. طيب لو جيت على الجراوند اي واحده منهم هلاقيه عمل لي هايلايت على الثلاثه الثانيين، فده كده معناه ان انا موصلهم ببعض. فده بس مجرد تشيك ان انا موصل حاجه ببعض. طبعا الانبوت مش واصل بحاجه ثانيه فهو بس الهايلايتد والاوتبوت في سكه خلاص. طيب انا كده وصلت السيركت بتاعتي ورجعت التوصيلات وعملت كل حاجه. عايز اعمل بقى سيميليشن ماشي، عايز اعمل بقى ايه سيميليشن. فهاجي هفتح بقى سيميليشن انجن. طيب هدوس لونش على الشمال اهي واختار ثاني اوبشن اي دي اكس ال، اي دي اي اكس ال وادوس عليه. طيب بيقول لي هت اوبن اكزيستنج فيو ولا كريت نيو فيو. طبعا انا مش عامل سيميليشن قبل كده، انا لسه عامل تيست بنش دي دلوقتي، فهعمل كريت نيو فيو ادوس اوكي. بس هيعمل لي بقى سيل جديده جوه، يعني فيو جديد بقى جوه نفس السيل. انا دلوقتي في السيل بتاعتي اسمها انفرتر تيست بنش، عامل فيو جديده اسمها اي دي اكس ال دي اللي هي بتاعت السيميليشن خلاص. يبقى انا شفنا ثلاث انواع فيوز دلوقتي، وغالبا مش هنتعرض لاي نوع ثاني من الفيوز في المشروع. سكيماتيك و اي دي اكس ال اللي هو بتاع السيميليشن، وسيمبل اللي هو برسم فيه الشكل السيمبل بتاع السكيماتيك بتاعتي خلاص. هدوس اوكي هيفتح لي السيميليشن انجن بتاعتي اهو، بيقول لي ويلكم تو اي دي اكس ال ومش عارف ايه. طيب انا هشتغل هنا في الداتا فيو دي الجزء اللي على الشمال ده. اول اوبشن عندي فيه حاجه اسمها تيست، حد سامعني بس الاول؟ مع حضرتك يا باشمهندس. تمام ماشي تمام. هختار هعمل لها ماكس، افتحها كده ادوس بلس دي اعمل لها ماكسمايز وادوس كليك تو اد تيست ماشي. هيفتح لي تشوز ديزاين. طيب انا في الاخر بعمل سيميليشن للتيست بنش انفرتر تيست بنش دي، هو باي ديفولت هيبقى مختار لي الحاجه اللي انا كنت فيها، فهو خلاص مختار لي انفرتر تيست بنش اهو خلاص. هدوس اوكي وهنا بيفتح لي ويندو تاني كده، الويندو تاني ده احنا مش عايزينه في حاجه ماشي، فهنقفله هنقفله على طول خلاص. هو كده عمل لي بقى كرييشن لتيست جديد اسمه ايه؟ اول حاجه ديجيتال سيركتس بروجكت دي اللي هي اللايبرري اللي انا فيها، وكده انفرتر تيست بنش دي اللي هي السيل اللي انا جواها، وده التيست رقم واحد خلاص. هفتح التيست ده، التيست ده بقى فيه شويه حاجات كده. السيميوليتر هو سبكتر، احنا يعني مالناش دعوه بالموضوع السيميوليتر ده، هي باي ديفولت هتلاقيها كده مالكش دعوه بيها يعني.
احنا نعمل حاجه اسمها اناليسز ماشي. فنفتح اناليسيز دي. اناليسيز دي اللي جمع اناليسيز. ندوس كليك تو اد اناليسيز ماشي. طيب الاناليسيز مع التايم اللي هو بيرسم لي بقى الويف فورمز والكلام ده اسمه ترانزينت اناليسيز. هو اول واحد هو بيختاره باي ديفولت خلاص. طيب احنا قلنا ان احنا مدخلين انبوت الفريكوانسي بتاعته او البيريود بتاعته كانت 1 نانو خلاص. لو انا عايز ابص على 5 بيريودز من الانبوت بتاعتي يبقى هعمل تايم قد ايه؟ 5 نانو صح. يبقى كده هيبقى عندي 5 انبوتس 5 بيريودز من الانبوت بتاعي تمام. فانا ده الديوريشن اللي انا عايز اعمل سيميليشن للسيركت بتاعتها ترانزينت. ترانزينت ده معناها سيميليشن مع تايم. وهنشوف شكلها بيطلع عامل ازاي. دوس فالاختار التايم 5 نانو. بعد كده الاكيورسي. الاكيورسي ممكن اختارها مودريت ماشي. الليبرال ده اللي هو اوحش حاجه بس ده هيبقى اسرع حاجه في السيميليشن. مودريت ده حاجه في النص. كونسرفاتيف ده اللي هو اقل حاجه اكيوريت بس ممكن يطول مني شويه. هو في الحقيقه مش شرط قوي يطول لو السيركت حجمها صغير بس خلينا نختار مودريت وخلاص تمام. وادوس اوكي. انا كده قلت ان انا عايز اعمل ترانزينت اناليسيس للسيركت بتاعتي مدتها 5 نانو سكند خلاص. طيب دلوقتي انا بقى ايه عايز اختار النودز اللي انا عايز ارسمها مع التايم. فانا عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الانبوت والاوتبوت. في الاخر انا متوقع ان الانبوت لما يبقى 1 لو بتطلع بزيرو صح ده انفرتر. طيب عشان اختار الويف فورمز اللي انا عايز ارسمها هاجي هنا في الويندو الفاضيه الكبيره البيضه المفتوحه دي اللي هي اسمها اوتبوت سيت اب. انا مختار هنا حاجه اسمها اوتبوت سيت اب اهي تمام. ادوس هنا في اي حته رايت كليك اجيب لي الايه الدروب داون منيو دي اختار اد سيجنال. السيجنال اللي انا عايز ارسمها ماشي. دوس عليها اد سيجنال. عمال اد سيجنال اهو. التست اهو اللي احنا لسه عاملينه. السيجنال ممكن اسميها ماشي ودي تلسع سيجنال. فانا مثلا هحط هنا الانبوت خلاص ده اسم بس مجرد اسم. طيب هل هو كده فاهم ان انا نديت الانبوت اللي في السكيماتيك اللي انا لسه راسمها؟ لا ما فهمش. طب يفهم منين؟ من ديتيلز دي. هاجي ادوس في ديتيلز دي هنا كده كليك مرتين الاقي ايه جاب لي العلامه اللي على اليمين دي البطن اللي على اليمين ده. ادوس على البطن اللي على اليمين ده الاقي ايه هوبا جاب لي السكيماتيك بتاعتي على طول. المفروض اعمل ايه؟ اختار السلكه اللي انا عايز ارسمها. فانا عايز الانبوت انا لسه مسميها انبوت فادوس عليها. دوس عليها قام جايبها لي. عمل ايه؟ عمل سلاش وبعد كده انبوت. سلاش دي معناها نود وانبوت اللي هي اسم السلك اللي انا مسميه هنا بالظبط نفس الاسم بالظبط. وهنا الاي سمول لو واخدين بالنا بس النيم اللي انا مسميه اللي حاطط الاي كابيتال. فمش عشان بس انا كتبت نيم يبقى هو هيفهمها. لا لازم اختارها بديتيلز وادوس على السلكه من السكيماتيك بتاعها خلاص. بقيه الاوبشنز ماليش دعوه بيها. طيب بنفس الطريقه هعمل اد سيجنال ثانيه واحط بقى الاوتبوت. ممكن اختارها الاول يعني عادي. ادوس هنا مرتين وادوس على البطن يفتح لي السكيماتيك ادوس على الاوتبوت خلاص جاب لي اسم الاوتبوت. ممكن اسميها اوتبوت برضه ماشي او مش هتفرق ممكن ما اسميهاش عادي خلاص. انا كده ايه حطيت ان انا عايز اعمل ترانزنت اناليسيز مدته 5 نانو وعايز ارسم الانبوت وعايز ارسم الاوتبوت. حلو قوي. فاضل ان انا اعمل ايه؟ فاضل ان انا اعمل سيميوليشن خلاص. اعمل سيميوليشن ازاي؟ هدوس على علامه الايه الران سيميوليشن اللي هي علامه البلاي دي. دوس على علامه السيميوليشن لقيت ان هو ايه تحت على الشمال هنا بدا يقول لي ان في سيميوليشن راننج عندك عدد سيميوليشن واحد يعني راننج وزيرو من واحد كومبليت. بيفتح لي ويندو ثاني هنا كده اسمه لوك فايل. يعني ده ايه هو فيه البروجريس بتاع السيميليشن تايم. هو هنا ده كان بيقول لك السيميليشن خلص منها 8% خلص منها 12% مش عارف ايه. دي هتفرق معاك لو السيميليشن بتاعتك كبيره وبتطول يعني هيقول لك انت خلصت كام في الميه. بس هو تيجي السيميليشن دي خلصت بسرعه قوي فهي ايه ما حدش حتى يشوفها خلاص. هو قال لي ان سبيكتر ده اللي هو السيميليتور بتاعي كومبليتس وذ زيرو ايرورز. يعني خلاص السيميليشن بتاعتك طلعت من غير زيرو ايرورز. وورنينج سيبك منها مش مهتمين قوي دلوقتي. المهم مفيش ايرورز يعني. ممكن اقفل اللوك فايل ده خلاص. ايه اللي حصل بقى؟ ان هو طلع لي الانبوت وطلع لي الاوتبوت. ممكن ارسمهم. العلامه دي معناها ان انا ممكن ارسمها. لو دوست عليها هيرسمها لي. طيب انا متوقع الانبوت ماله؟ الانبوت انا مدخله ان هو سكوير ويف. الفاليو بتاعت الزيرو بتاعتها بزيرو والفاليو بتاعت الوان بتاعتها ب 1.2 فولت اللي هي نفس الفاليو بتاعت الفيديو دي بتاعي خلاص. والديوتي سايكل بتاعتها 50% والبيريود بتاعتها 1 نانو سكند. ونتيجه ان انا حاطط التايم بتاعي 5 نانو فانا متوقع ان انا يطلع لي 5 بيريودز. فهدوس كده على علامه الرسمه دي مرتين. الاقي رسم لي رسمه الانبوت. طيب ايه بقى اللي طالع عندي؟ ممكن بقى اكبر الويندو ده. طالع عندي بالفعل اهو ادي سايكل الثانيه الثالثه الرابعه الايه سايكل 2 3 4 5 5 سايكل زي من الانبوت بتاعتي سكوير ويف. طيب التايم بتاعي اهو على الاكس اكسس اهو كل بيريد مدتها 1 نانو سكند 2 نانو سكند 1 هرتز خلاص. فرسم لي الانبوت بتاعتي زي ما انا متوقع. طيب ممكن مينيمايز بقى الويندو دي. انا بقى عايز ارسم الاوتبوت. انا بعمل انفرتر عشان ماله يعكس لي الاوتبوت صح كده؟ يعكس لي الانبوت. طيب ممكن بقى ايه لو انا عايز ارسمها الاوتبوت مع الانبوت في نفس الرسمه الاوبشن بتاع ريبليس ده اغيره ادوس عليه واخليه ابيند. ابيند ده معناه ان ارسمها لي في نفس الويندو تمام عشان عايز ابص على الانبوت والاوتبوت مع بعض واشوف مالهم. طيب فانا كده لما اجي ارسم الاوتبوت ارسمها لي مع الانبوت في نفس الويندو اللي هو تحت اللي هو فيرتوزو ار فيجواليزيشن خلاص. هندوس على الاوتبوت مرتين
فدي رسم لي الاوتبوت. طيب ايه اللي حصل ده بقى؟ اللي حصل ده بس عشان انا حطيت كباسيتور كبير شويه ماشي، يعني يعني هو ده الانفرتر شغال صح، بس الديلي بتاعه ايه كبير جدا. هو حتى يعني ايه هنا الفاليو بتاعتي زيرو، فهو المفروض يطلع 1، هو عايز يطلع ال1 بس مش لاحق، حد واخد باله؟ طيب خلاص، فالريزلت دي يعني ايه يعني للاسف طلعت كده معلش، بس ممكن نيجي هنا ان احنا نغير الفاليو بتاعت الكباسيتنس دي بقى، نقللها شويه. طيب هقللها ازاي؟ هدوس على الكباسيتور كده وادوس حرف الكيو، كيو ده هيجيب لي البروبرتيز بتاعت الكباسيتور ماشي. طيب ممكن اخلي الكباسيتور ده بدل 500 فيمتو خليه 10 فيمتو مثلا وادوس اوكي خلاص. فانا كده غيرت الاسكيماتيك، قال لي ان انت كده مش سيفد خلاص، ممكن ادوس شيفت مع اكس ثاني واعمل سيف، قال لي خلاص تمام. هعمل ايه بقى؟ هسيميليت تاني ماشي. المفروض الاقي ايه بقى؟ كباسيتور بقى صغير شويه، فالاقي ان الايه الرسمه بقت منطقيه. ممكن بقى ايه لو انا عايز ارسم كل الويف فورمز اللي طلعت عندي، ادوس على البوتن ده على طول، بلوت اول ويف فورمز، هرسمهم لي في نفس الويندو، الاقي الرسمه طلعت عندي بالشكل ده. طب انا كده عارف اشوف حاجه؟ انا مش عارف اشوف حاجه، انا اللي الظاهر عندي ان انا عندي حاجه اسمها الانبوت وحاجه اسمها الاوتبوت، واقف الاثنين عكس بعض، بس انا عايز افصلهم عشان اشوف الموضوع. فممكن اجي ادوس على البوتن ده، البوتن ده هيفصلهم لي عن بعض بالشكل ده كده. طيب ايه اللي حاصل عندي؟ او اللي حاصل عندي ان عندي هنا الانبوت وعندي هنا الاوتبوت، والانبوت لما ب 1.2 فولت الاوتبوت طالع اهو ب 1.6 مايكرو اللي هو تقريبا زيرو ماشي، والانبوت بتاع لما بزيرو الاوتبوت طالع بكام؟ 1.198 فولت اللي هي تقريبا 1.2 فولت اللي هي تقريبا السبلاي. فعندي انفرتر شغال والدنيا جميل. طيب لو انا بقى عايز ابص على الديلي والكلام ده، ممكن ادوس على شيفت وافضل دايس عليها واعمل سكرول بالماوس، هتبقى بيعمل لي زوم زوم كده. طيب فاكرين واحنا بنعمل الانبوت واحنا بنختار السيتنجز بتاعته او الفاليوز بتاعته، كان في حاجه اسمها رايز تايم وفول تايم، اهو رايز تايم وفول تايم اهو. بص انا كده عمال اعمل شيفت وسكرول شيفت وسكرول، بص نزل من 1.2 فولت 0 فولت في ال1 بيكو سكند اللي انا كنت بقول عليها، او 501 هنا وهنا تلاقي 502 502 بيكو سكند، ده الفول تايم. طيب لو عملت شيفت وسكرول داون بقى، او عملت زوم تاني على على الرايز تايم بقى، اهو الاقي هنا اهو 1 نانو سكند وهنا ايه 1.001 نانو سكند، اللي هو ايه طلع في ايه طلع في 1 بيكو سكند تمام. طيب في شويه بقى احنا ممكن بقى احسب الديلي بتاع الانفرتر ازاي. قلنا ان الديلي بتاع الانفرتر اللي هو 50% من الانبوت ل 50% من الاوتبوت والكلام ده. طيب في الاخر انا عايز اعرف 50% من الانبوت دي اللي هي بكام؟ 0.6 فولت صح؟ طيب ممكن اجي هنا في اي حته على الرسمه وادوس بالماوس كده في اي حته، وكده ادوس على الكيبورد على حرف الاتش، اتش ده يعمل لي خط هوريزونتال، اتش يعني اول حرف في كلمه هوريزونتال اتش، ادوس اتش الاقيه عمل لي خط هوريزونتال كده. طيب انا عايز الخط الهوريزونتال ده يجي لي بالظبط عند 0.6 فولت، وجالي هنا عند 528 ملي اللي هي 0.58 فولت يعني. ادوس على الرقم ده كده واعمل له سيليكشن كله، او ادوس كنترول مع اي عشان اعمل سيليكت اول يعني، وادوس باك سبيس كده امسح واكتب 0.6 وادوس في اي حته خلاص، هو جاي لي عند 0.600 ملي اهو خلاص. قال لي انت هنا عند 501.5 بيكو سكند وصلت نص السبلاي. طيب عايز اوصل بقى ل 50% من الاوتبوت، اجي تحت هنا وادوس اتش برضه يجيبها لي عند 700 ملي، اعمل كنترول او كنترول مع ايه سيلكت اول وامسحها واكتب 0.6 برضه، ادوس في اي حته جاب لي عند 0.6 اهي. طيب عشان احسب بقى الوقت اللي هو من جه من هنا لهنا احسبها ازاي؟ هاجي عند النقطه دي بالماوس كده وادوس حرف الاي على الكيبورد، هلاقي اختار لي النقطه بتاعتي ماشي، ممكن بقعد اظبطها بالظبط او كده تمام، واجي عند النقطه الثانيه دي وادوس بي، هلاقي حسب لي ايه؟ حسب لي الديلي بتاعي، حسب لي الدي اكس، دي اكس اللي هو الفرق في التايم ما بين النقطه دي يعني الاكس اكس بتاعي هو التايم، فدي اكس ده اللي هو الدلتا في الاكس اكس، حسب لي الديلي 12.6773 بيكو سكند تمام. دي الطريقه مثلا انا بحسب بيها الديلي خلاص. الهوت كيز بقى والحروف اللي بندوس عليها والكلام ده هتتعودوا عليها مع الوقت، انتوا الفيديو ده هتحتاجوا تمشوا بيه ثانيه خلاص. فاحنا كده عملنا هو انفرتر وعملنا له سيميليشن مع التايم خلاص، عملنا له سيمبل وعملنا له تيست بنش وعملنا له ترانزنت سيميليشن وحطينا الانبوتس وحطينا الاوتبوتس ورسمنا السيمبل بتاع الانفرتر ووصلنا السبلاي والجراوند ومش عارف ايه. الكباسيتور اللي كنا حاطينه في الاول كان كباسيتور كبير فالديلي كان كبير قوي، احنا عارفين في الاخر ان الديلي 0.69 في الار في سي، احنا نتيجه السي كانت كبيره قوي فالديلي كان كبير قوي خلاص. بس فاحنا كده هنعمل بقى ايه قدام في المشروع؟ هنعمل بقى الاول على الورق ديزاين للسيركت بتاعتي، ان انا كل اوبريشن من الاوبريشنز عندي دي هعملها بسيركت شكلها ايه،
واشوف السيركت اللي شكلها ايه دي، محتاجه لوجيك جيتس شكلها ايه، واعمل لوجيك جيتس بالشكل اللي احنا عملناه زي الانفرتر ده، الناند والاور والنور وكل لوجيك جيتس انت هتحتاجها بقى. يعني انت الاول محتاج تعمل ديزاين على الورقه، شوف اللوجيك جيتس اللي انت محتاجها، وبعد كده تعمل كل اللوجيك جيتس دي لوحدها بقى، تعمل لها تيست بنش بنفس الطريقه بتاعت الانفرتر دي لوحدها. يعني تعمل لها الاول السكيماتيك وترسمها وتعمل لها سيمبل وتحط لها البينز وتعمل لها سيمبل، وبعد كده تعمل لها تيست بنش وتعمل لها سيميليشن وتحط لها الانبوتس بقى. هيبقى يعني عندك كذا انبوت بقى، لو انت لاند جيت مثلا تو انبوت، هيبقى عندك انبوت اسمه A وانبوت اسمه B، هتقعد بقى تغير الفاليوز بتاعتهم وتتاكد ان الاوبريشن بتاعتها صح والكلام ده، وده مطلوب عندك في الديسكريبشن بتاع المشروع. انا ممكن اعمل شير سكرين للمشروع تاني، واحد بس سامعني. طبعا حضرتك يا باشمهندس، انا بس ماشي. عندي سؤال صغير. طيب معلش، ممكن بس تخلي الاسئله في الاخر، معلش. ماشي حضرتك اتفضل، اللي عايز يسال عينيا يعني، بس في الاخر عشان بس ايه اقول انا عايزه قبل الوقت الاخر قوي يعني. طيب فانت ايه انت طيب احنا بس الاول خلينا نقسمها، احنا مثلا تيمات ممكن نخلي نص تيم يشتغل في اللوجيك يونت ونص تيم يشتغل في الارثماتيك يونت مثلا، يعني انتوا بقى براحتكم يعني. طيب اللوجيك يونت دي جواها 8 اوبريشنز، خلاص الانكريمنت ايه ده معناها ايه؟ ان انا هزود عليها واحد، خلاص فاعمل بلس 1، هشوف بقى السيركت اللي بتعمل بلس 1 دي شكلها ايه، وهتحتاج لوجيك جيتس شكلها ايه، واعمل اللوجيك جيتس دي. هو مطلوب منك ان انت كل بلوك تحط له اسمه ايه ده، تحط السكيماتيك بتاعته وايه وتعمل له تيست بنش. هو ده التيست بنش اللي احنا كنا بنتكلم عليه بقى، اللي هو الاي دي اكس ال فايل اللي احنا عملناه وعملنا ترانزنت سيميليشن ورسمنا السيجنالز بتاعتنا او بروفيتس فانكشناليتي. هو انت محتاج تعمل الحاجات دي، تاخد منها سكرين شوتس وتحطها، تحط الكنترول سيجنال اللي هو الانبوت كان الكنترول سيجنال اللي هي السيليكشن بتاعك ده، والانبوت اللي احنا رسمناه اللي كان سكوير ويف، والاوتبوت بتاعك اللي هو كان الانفرتد اوتبوت بتاع الانفرتد. تمام، فالحاجات دي ما احنا محتاجين نشوفها يعني. احنا من الاخر خطوات المشروع كده تاني واحده واحده، هنمسك الجدول اللي تحت ده اول، هنقسم نفسنا نمسك الجدول اللي تحت ده كل اوبريشن، نشوف السيركت بتاعتها، نرسمها على الورق، نشوف اللوجيك جيتس اللي محتاجاها، نعمل اللوجيك جيتس دي سيميليشن بالطريقه اللي احنا عملناها دي لوحدها. تمام، وبعد كده نجمع بقى اللوجيك جيتس دي مع بعض بحيث ان احنا نعمل السيركت اللي بتعمل انكريمنت ايه، وبعدين نعمل السيركت اللي بتعمل ديكريمنت ايه، السيركت اللي بتعمل ترانسفير ايه. ترانسفير ايه دي معناها اعدي ايه زي ما هو، يعني الاوتبوت يبقى بيساوي ايه. ترانسفير بي دي معناها ان الاوتبوت يساوي بي. تمام، انكريمنت دي معناها ان انا بعمل بلس 1، ديكريمنت معناها ماينس 1. خلاص، ادي اند بي يعني ايه، وبيعمل لهم بلس بلس بعض، سبتراكت اند بي يعني اعمل لهم ماينس. بس كومبلمنت ايه معناها انك انت ايه اعمل لها اعمل لها انفرجن كلها، عندي شويه انفرترز وبعض. الاوبريشنز مش صعبه يعني، عشان بس يبقى ايه، كومبلمنت بي معناها ان بي اعمل لها انفرتر، اعمل لها انفرترز اند اور اكس اور، هتعمل بقى لوجيك جيتس دي كلها الاند والاور والاكس اور، تعملهم وتدخل عليهم الانبوتس الاي وبي بتاعتك وايه، وتعمل لهم سيميليشن بالشكل ده بس. طيب دلوقتي انا في الاخر البلوك دياجرام بتاعتي شكلها بالمنظر ده، انا هعمل ايه بقى في المشروع؟ هعمل انا دلوقتي عملت انفرتر في معاكم ماشي، فانا اتخيل مثلا ان انا هعمل البلوك اللي اسمه كومبلمنت ايه. كومبلمنت ايه ده هيبقى فيه اتنين انفرترز صح، ما ايه ده تو بيتس، فكل بيت عايز انفرتر لوحده، فهعمل بلوك تاني اسمه اسميه في كيدنس، اسميه كومبلمنت، اسمه كومبلمنت خلاص، واحط جواه هندي جواه اتنين انفرترز، واعمل البلوك ده نفسه سيمبل. تمام، يعني فيها اسمها هيراركي او تسلسل هرمي ماشي، شويه بلوك جواه بلوك جواه بلوك لغايه ما انزل الترانزستور. اول حاجه الترانزستور اللي عملت بيها لوجيك جيت انفرتر اند اور، الانفرتر يعتبر لوجيك جيت اند اور مش عارف ايه. طيب بعد كده عملت بقى بلوك تاني بيعمل اوبريشن، بلوك تاني بيعمل اوبريشن ده يبقى جواه لوجيك جيتس. بعد كده عمل بقى بلوك كبير خالص اسمه اريثماتيك يونت، ده يبقى جواه الثمانيه بلوكس دول. تمام، يبقى عندي بلوك اسمه اريثماتيك يونت جواه ثمانيه بلوكس، كل بلوك منهم جواه شويه لوجيك جيتس، كل بلوك من كل لوجيك جيت جواه شويه ترانزستورز. تمام، ده الهيراركي او التسلسل الهرمي بتاعنا. بعد كده عامل بقى بلوك كبير خالص في الاخر بقى، هيبقى فيه اثنين بلوكس الاريثماتيك يونت او ثلاثه بلوكس سوري، الاريثماتيك يونت واللوجيك يونت والمالتيبلكسر. تمام، بس فهو الموضوع هيراركي، بعمل ببتديها خطوه خطوه، الموضوع مش صعب ما تخافوش يعني. انت هتعمل الاول اللوجيك جيتس اللي انت محتاجها، وبعد كده تجمعهم في بلوك يبقى يعمل الاوبريشن، بعد كده تجمعهم في الاريثماتيك يونت وبلوك اسمه الاريثماتيك يونت وتجمع بتوع اللوجيك يونت، وبعد كده تجمع الثلاثه بلوكس الاريثماتيك واللوجيك والمالتيبلكسر في بلوك كبير اسمه اليو، ويبقى البلوك شكله بالمنظر ده. يعني هيبقى عندك مربع هنا كده وحوط الاسلاك دي كلها كده، المربع ده هيبقى داخل له ايه، هيبقى داخل له ايه، والايه دي تبقى عباره عن سلكتين تو بيتس، هيدخل له بي عباره عن سلكتين تو بيتس،
داخل له سيليكشن عباره عن اربع اسلاك 4 بيتس وطالع منه الواي اللي هي الاوت بتاعك اللي هو 2 بيتس بس ده الالتيميت تارجت بتاع البروجكت. هتدخل له بقى الانبوتس بتاعتك بشكل فلاني والسيليكشن بالشكل الفلاني. السيليكشن الفلاني ده هيترجم لاوبريشن فلانيه. السيليكشن ده بقى فيه كنترول سيركت جوه بتختار بيزد على الثلاثه بيتس التانيين اني اوبريشن تتعمل. يعني انا دلوقتي لو انا السيليكشن بتاعي 0001 اللي هو تاني واحد ده اللي هو ديكريمنت ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل في الحقيقه ان الاريثمتيك يونت هتعمل الاوبريشن دي ديكريمنت ايه وفي نفس الوقت اللوجيك يونت هتعمل الاوبريشن اللي هي كومبلمنت بي. ليه؟ عشان اخر ثلاثه بيتس زي بعض اتنين شغالين مع بعض. ايه اللي بيفرق بينهم؟ الموست سيجنيفيكانت بيت. الموست سيجنيفيكانت بيت انا قلت في الاول ان هي بزيرو. خلاص ده معناه ايه؟ معناه ان المالتيبلكسر هيختار الاوتبوت اللي طالع من الارثمتيك يونت. طب الاوتبوت اللي طالع من الارثمتيك يونت اللي هو مين؟ اللي هو ديكريمنت ايه. بس هو ده التارجت بتاع المشروع في الاخر انك انت سيميليت كيس من الكيسز دي. هو قايل لك تيست كيس اوفرول سيستم شغل كنترول سيستم. خلاص بس ده كده ايه الشرح بتاع المشروع وطريقه استخدام كيدنس. ومعاكم البلاي ليست بتاع الدكتور هشام عمران ممكن يبقى فيها تفاصيل اكتر عن اللي عرضتها معاكم النهارده. لو عايزين ممكن تمشوا معاها برده وهتلاقوا فيها تفاصيل اكتر ومعلومات اكتر. بس اللي عنده بقى سؤال اتفضل. تمام انا كان عندي سؤالين صغيرين. اتفضل. اول سؤال في الكيس بتاعت التست بنش حضرتك كنت حاطط كاباستور اللي هو بيحاكي الجيت بتاع البلوك اللي بعديها صح كده؟ مظبوط مظبوط. الكاباسنس دي احطها في التست بنش برقم قد ايه؟ احطها بخمسة فيمتو خلاص. ماشي خمسة فيمتو تمام. احطها برقم بص يعني بص هو احطها برقم صغير. انا في الاول حطيت 500 فيمتو كده كتجربه لقيتها كبيره قمت مقللها. قللتها ليه؟ عشان انا في الاخر لقيت الديلي ايه اسمه ايه لقيت الديلي كبير قوي وده مش منطقي. انا عايز اشوف الفانكشناليتي بتاع السيركت. يعني في الاخر انا عايز اشوف السيركت شغاله صح. انا عارف ان السيركت دي بتعمل كذا فاهم قصدي. انا عارف ان الانفرتر بيعكس بس فخلاص هحط كاباستور يموديل او يحاكي زي ما انت بتقول اللوجيك جيت الثانيه وخلاص. أوكي. مش هتفرق بقى الفاليو بتاعته بكام. المهم بس انا دلوقتي عايز بس اشوف الايه ال ان هو شغال صح ولا لا. بعد كده هو بقى الانفرتر ده هبقى موصله بانفرتر ثاني وراه او لوجيك جيت ثاني وراه. مش هبقى حاطط الكاباستور ده في الحقيقه بس يعني فاهم. طيب تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بس هو احنا دلوقتي حضرتك قلت ان احنا المفروض هنعمل جيت كل جيت لوحدها وبعد كده هنبدا نوصل الجيتس دي ببعض ان انا ببني البلوكس كلها كده يعني. مظبوط. ليه ما اعملش انا مثلا عندي دايره بتجمع مثلا فاعمل السيركت بتاعتها بالشكل ده وبعد كده اعمل سمبليفيكيشن لللوجيك فانكشن بتاعتها واعملها كلها في سيركت واحده زي ما احنا بنعمل عايز تعملها ده. بترانزستورز يعني من الاول؟ بالظبط لان ده ماشي انا ما هيقلل عنديش عدد مشكله. الترانزستورز وكده. بص انا ما عنديش مشكله او بص بلاش يعني بلاش ليه؟ عشان تسهل على نفسك من الاخر. انت هتعمل كام؟ انت بص انت في الاول في الاخر كده كده هتعمل شويه الجيتس دول عشان اللوجيك اوبريشن محتاجاهم اساسا. يعني اللوجيك يونت عموما اسهل بكتير من الارثمتيك يونت واضح يعني. ماشي انت كده كده هتعمل اند واور واكس واور واكس نور واند ونور. طب ما تستخدمهم فاهم قصدي؟ طالما انت كده كده هتعملهم ما تستخدمهم وخلاص بدل ما تقعد تعمل تعمل كومبلكس جيتس ثانيه. ماشي انت ممكن تعملها بكومبلكس جيتس وهتشتغل صح وكل حاجه لو انت عملت لها رسمتها والكلام ده بالترانزستورز والكلام ده ماشي ممكن هتبقى صح ان شاء الله. بس انت كده كده هتعمل لوجيك جيتس دي فخلاص ما تستخدمها وخلاص بالمره يعني. تمام خلاص تمام شكرا يا باشمهندس. العفو. حد عنده سؤال تاني؟ باشمهندسين حد عنده سؤال تاني؟ تمام يا باشمهندس. خلاص تمام شكرا يا باشمهندسين بالتوفيق ان شاء الله. مش في التسجيل معاكم بقى وزي ما قلت لكم كيدنس تيبس وكده ممكن ابعت لكم برده شويه فايلات كده ابعتها لكم فيها الهوت كيز اللي هي الزراير اللي انت بتدوس عليها دبليو يعمل لك كواير مش عارف ايه. هبعت لكم كده بي دي اف شويه الهوت كيز دي خلاص. وزي ما قلت لكم معاكم بلاي ليست بتاع الدكتور هشام عمران وهتلاقوا برده مصادر كتير يعني على النت ازاي تستخدم الكيدنس وكده. بس المشروع ان شاء الله سهل. هو بس الرخامه اللي فيه شويه انك تتعامل مع كيدنس في الاول وانك تتعود عليه والحروف وشيفت اكس بدل كنترول مع اس ومش عارف ايه شويه الحاجات دي بتبقى رخمه شويه. بس ديت تلاقي رخمه شويه في اول قعده بس بعد كده تلاقي نفس ايدك خدت على الموضوع. الموضوع سهل ان شاء الله. بس اهم حاجه واحنا بنديزاين اول حاجه نديزاين على الورق نشوف كل بلوك هيتعمل ازاي وبعد كده بقى ابتدي اعمل الجيتس بتاعتي وسيميليت جيت اتاكد انها شغاله صح الاول وسيميليت كل الكيسز ماشي.
يعني مش عشان انا عارف ان الاند مثلا لو حطيت لها 0 0 هتطلع لي 0 بخلاص، لا لازم اجرب كل الكيسز كل الكومبينيشنز بتاعتي، احط 0 0 0 1 1 0 1 1 وهكذا ماشي. ممكن الاقي نفسي ان انا محتاج 3 انبوت اند جيت، في الحقيقه دي عندي 8 كومبينيشنز، اجرب 8 كومبينيشنز كلهم ماشي عشان اتاكد ان البلوك كل لوجيك جيت لوحدها فانكشنال بالشكل المظبوط في كل الانبوت في كل الكومبينيشنز بتاعتي، عشان لما اجي اجمع السيستم كله على بعض الاقي كل حاجه مظبوطه في الاخر. فكل كل لوجيك جيت اعملها او كل بلوك صغير هعمله واستخدمه بعد كده قدام لازم اعمله سيميليشن في كل الكيسز بتاعته عشان اتاكد ان هو شغال مظبوط. خلاص تمام، شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. العفو عليك، العفو، بالتوفيق ان شاء الله بس، وربنا معاكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.